كوراج كوراج خو. انا كنشوف عباك انا دائما كنشوف زعما راجل يبكي على مرته دائما شغل نطروش يروح للتركيز يعني ما نقدرش نركز لانه لا مش عارف انه مرات تبكي على راجلها تجيني الامر عادي بصح لما الراجل يبكي على مرته فهذا الشيء معناه انه المراه كانت المراه كانت مراه يعني بمعنى الكلمه. مليت نقعد معاكم ساعه برك ساعه برك قبض بنتها هكا يقولها بنتي توحشتك كون غير نشوف وجهك باش نسلم عليك بنتها الصغيره. شوف حاجه قليله بهذه العين هذه ما تشوش بها مي هذه تشوف بها واحد شويه. انت قلت لي انه بسبب الضر اللي في عينك التركيز دي فات كنت تهضر وتركز يروح لك التركيز. احكي حكايتك سهرة الحد 9:15 العشية على شروق تيفي.